بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. ردود فعل كبيرة وكثيرة جدا على حلقة امبارح، واللي خصصناها لشرح ومناقشة موضوع اللعب المالي النظيف، قانون اللعب المالي النظيف. طبعا سعيد جدا ومبسوط إن حلقة امبارح اتسببت في تحريك المياه الراكدة في موضوع مهم وخطير. تابعته معايا فريق العمل الحقيقة كل ردود الأفعال، سواء من الجمهور أو من مسؤولين في أندية أو حتى مختصين بالتسويق والإدارة الرياضية، وردود أفعالهم على حلقة امبارح. بس لقيت كذا حد يعني بيتكلم، بيقول إن إسلام الشاطر بيتكلم عن نادي كذا ونادي كذا. أنا امبارح ما جبتش سيرة حد بالمناسبة. أنا قلت اسم نادي، أنا ما قلتش أسماء أندية ولا جبت سيرة حد خالص، ولا قلت اسم لعيب ذكر انتقل من نادي الآخر ولا هذا الكلام. الحقيقة كلام غريب جدا جدا من امبارح، ولكن أنا بالنسبة لي الموضوع مش فارق. كل اللي بيحصل ده أنا مبسوط منه جدا جدا بالمناسبة، أولا لأن حسيت قد إيه إن جمهور النادي الأهلي واقف في ظهر قناته وفي ظهر إعلامه، دي أهم حاجة بالنسبة لي. خلي بال حضراتكم، الباقي كله واللي عمالين يقولوه واللي عمالين يطلعوا يرددوه ويقولوه الكلام ده كله ما بيتقالش غيره. كلنا زهقنا من هذا الكلام، وكلنا تعبنا من هذا الكلام، ومحدش بيبص لك على كلامك، إحنا بنبص على الكلام ونضحك. بنضحك، والله، يعني إحنا أنا شخصياً مش هتكلم على حد، ولكن أنا شخصياً في بعض الأوقات في كلام بلاقيه بقعد أضحك، أو لما بحب أضحك أجيب الكلام ده عشان أضحك عليه، لأنه كلام غير منطقي وغير حقيقي ومردود عليه بحاجات كتيرة جداً. لكن أنا موجود هنا مش عشان أرد عن حاجة تخصني، لكن ردود الأفعال على حلقة امبارح مثلاً، خليني أخد الكلام المحترم، الكلام اللي ممكن أتناقش فيه مع البعض. بعض أصدقائي بعتولي وهم ما بيشجعوش النادي الأهلي بالمناسبة، معظمهم من أهل إسماعيلية ومعظمهم ما بيشجعوش النادي الأهلي، فبعتولي قالوا لي يعني طب يا عم إسلام أنت عمال تتكلم وتقول اللعب المالي النظيف، هو أنت ليه ما بتتكلمش على النادي الأهلي؟ بالمناسبة أنا ما كنتش بتكلم غير على 18 نادي، أنا ما كنتش بتكلم على النادي الأهلي ولا على نادي فلان ولا على نادي علان خالص، أنا كنت بتكلم بشكل عام، بشكل عام يعني 18 نادي، إذن أنا بتكلم عن النادي الأهلي. ولكن خليني أجاوب لحضراتكم على بعض الأسئلة اللي جات لنا من امبارح للنهاردة، أسئلة محترمة طبعًا. الكلام الغير حقيقي اللي بيتقال هو كلام أنا مش هرد عليه دلوقتي، هرد عليه في حتة تانية خارج قناة النادي الأهلي إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية، هحاول أطلع مع حد تاني أرد على الكلام الغريب اللي بيتقال ده، يعني كلام الحقيقة مهم يعني. طيب خلينا بس نشوف الأهلي جاب صفقات بكام ولاعيبة بكام والكلام ده كله. أولا أنا مبسوط جدا بالتفاعل الكبير، لأنه حوار في صالح الكرة القدم المصرية، حوار في صالح كرة القدم المصرية. بس هو أنا برضو يعني ليا سؤال وأتمنى إن الناس تفكر فيه قبل ما تجاوب، قبل ما تجاوب، مش لما فريق معين يعمل صفقة ألاقيهم بعتين لي تاج على الفيسبوك ويقولوا إحنا عملنا يا عم ما تعملوش صفقات عشان إسلام الشاطر. بالعكس والله أنا هتبسط لما الاقي نادي كبير كان حاله يعني كانت اموره صعبه جدا، ما حدش ياخدها بتريقه بالمناسبه، انا بتكلم بجد. نادي كبير جدا جدا، نادي الاسماعيلي ده نادي كبير، نادي عظيم، جمهوره كبير وجمهوره عظيم وكل احترام ليهم وكل حاجه، ولكن هو انا لما الظروف اللي حصلت للنادي الاسماعيلي السنه اللي فاتت ما تزعلش اي حد، تزعل اي حد. لو انا كنت سبب ان مجلس اداره النادي الاسماعيلي يعمل 15 صفقه، ما تعمل 20 30 صفقه، يعني بالعكس والله انا هبقى مبسوط، انا كاهلاوي يعني هبقى مبسوط، احنا كالاهلاويه بيحبوا يتفرجوا على النادي الاسماعيلي، ما عنديش مشكله يعني. لكن برضو مره تانية فكر كده حضرتك، اي واحد بيبعت لي عشان يعرف الاجابه، فانا قلت هقول لحضراتكم اجابه ما يحدث خلال الحلقه النهارده. اذا كنت عايز تفكر او تتكلم عن النادي الاهلي
فطيب النادي الاهلي في اخر ست سنين وصل كام نهائي بطوله افريقيه؟ وصل 5. خد كام مره البطوله؟ احسب. خد كام سوبر افريقي؟ احسب. خد برونزيه كاس عالم كام مره؟ احسب. طيب الارقام يعني لما الاهلي يصل للمباراه النهائيه كسب مرتين وخسر 3، المرتين اللي كسبهم مكافاه كل مره تقريبا 5 أو 6 مليون دولار، 2.5 مليون و2.5 مليون، يعني 5 مليون دولار و6 مليون في الثلاثة اللي خسرهم، ادي 11 مليون دولار. 11 مليون دولار يعني كام؟ اضرب في يعني قول 200-220 مليون جنيه. خلاص؟ السوبر الافريقي شوف كام؟ برونزيه كاس العالم شوف كام؟ حقوق الرعايه؟ طيب افتكر كده لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي وفكر شوف عقد رعايه النادي الاهلي بكام؟ الاربع سنين اللي فاتوا. بعد ما تفكر في عقود الرعايه قول لي كده حقوق البث مباريات النادي الاهلي بكام؟ افتكر حضرتك هو النادي الاهلي بيخش له فلوس من ظهور اللاعبين اعلاميا او من الاعارات للشباب بكام؟ اكاديميه النادي الاهلي الفلوس اللي بتدخلها بكام؟ استمارات بتاعه الناشئين بتاعه الاختبارات بكام؟ على الرغم من هي بتبقى باثمان صغيره جدا. بيع بعض اللاعبين بكام؟ عقود اعلانيه ورعايات بكام؟ حاجات تانيه كتير. دي الحاجات اللي انا قلت بسرعه جدا لما اجي اتكلم مع ناس محترمه وناس بتفكر، ما بتشجعش الاهلي بالمناسبه ولكن بتفكر ومحترمه، بتقول لي يعني اسلام طب انت يعني بتتكلم كده على قانون اللعب المالي النظيف، طيب النادي الاهلي فين من الموضوع؟ النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك كده، لو حضرتك فكرت في الكلام اللي انا بقوله ده وقعدت تحسب الارقام هتلاقي ان النادي الاهلي يستطيع ان هو يجيب اللعيبه اللي هو عايزها بالارقام اللي هو عايزها. فطبيعي جدا ان تلاقي النادي الاهلي جايب لعيبه ثمنها كبير نسبيا بالنسبه لبعض الانديه اللي فعلا عندها يعني لا تملك اللي بيملكه النادي، يعني ما وصلتش نهائي مش قصدي حاجه يعني، لكن ما وصلتش نهائي افريقيا 5 مرات مثلا. لكن ده مش عيب، اللي انا بقوله ده مش عيب بالمناسبه. النادي الاهلي حقوق الرعايه بتاعته في اول سنه ليه كانت 1 مليون جنيه و2 مليون جنيه. دلوقتي النادي الاهلي اشتغل على نفسه وخد بطولات وطور من البنيه التحتيه جوه النادي عشان عقود الرعايه، عمل عقود محترمة مع اللاعبين، عمل كذا عمل كذا عمل كذا، وبالتالي أصبح مليار جنيه ولا مليار إلا مليار إلا 50 السنة الأربع سنين اللي فاتوا البث والرعاية. السنة الجاية الله أعلم هنشوف الأيام اللي جاية هتدينا إيه. فالنادي الأهلي اشتغل على نفسه وطور من المداخيل اللي بتجيله أفكار تسويقية جديدة، تيشيرتات نهائي أفريقيا 5 مرات، ده لوحده بيدخل الأهلي 15 مليون دولار بالمناسبة. النادي الاهلي لما بيصل لكاس العالم بياخد كام؟ الفلوس دي كلها احسبها وبعدين نتكلم. فانا عشان كده بقول وخدوا بال حضراتكم كل ما يقال بخصوص قانون اللعب المالي النظيف مش اسلام الشاطر اللي قاله، اتحاد كره القدم اللي قاله من خلال سطر كان موجود. لو معانا يا سمير لو سمحت حطه لنا. يعني ايه؟ يعني سيتم تطبيق لما يتم تطبيق قانون اللعب النظيف خلال الأيام اللي جاية، الأيام القريبة اللي جاية، من فضل حضراتكم ابقوا اطلعوا اعتذروا لي. يعني أتمنى، لأنه مش إسلام اللي قال، اتحاد كرة القدم المصري المسؤول عن إدارة كرة القدم اللي في مصر قال كده، قال إن احنا هنتابع ونشوف موضوع قانون اللعب المالي النظيف. فمش إسلام خالص اللي قال. أندية عليها فلوس، أندية محجوز عليها، أندية كذا، أندية كذا. بالمناسبة أنا بتكلم في العام، كل اللي بعمله إن أنا بعمل جرس إنذار لكل أندية مصر بما فيهم النادي الأهلي بالمناسبة، ولكن عشان أنا عارف كويس جدا إيه اللي بيحصل في النادي الأهلي. هو ده مكتوب عليه إسلام ولا ده قرارات مجلس إدارة إسلام الشاطر مثلا؟ دي قرارات مجلس إدارة اتحاد الكورة يا جماعة مش إسلام الشاطر. لا يجوز
لأي نادي شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص. مرة تانية، لا يجوز، هاتها تاني، لا يجوز لأي نادي شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص. العنوان اللي مكتوب فوق ده إيه؟ أو التايتل اللي مكتوب فوق ده إيه؟ قرارات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري بتاريخ 14 أغسطس اللي هو من شهر وشوية. مش مكتوب فوق قرارات مجلس إدارة الإسلام الشاطر مثلا. فجاي جاي لحضرتك، جاي لحضرتك، جاي للنادي الأهلي وجاي للأندية الأخرى. هيحصل ده، هيحصل ده مع النادي الأهلي ومع كل الأندية. فأنا امبارح اللي عملته إيه؟ يا جماعة من فضلكم عندما يتم تطبيق قانون اللعب المالي النظيف يجب أن يكون واقفين على رجلينا. واقفين على رجلينا إزاي؟ إدارات الأندية بقى تشوف وتعمل اللي هي عايزاه وتختار اللي هي عايزاه. هو لما الإسماعيلي يجيب 20 صفقة، ما يجيب 20 صفقة، أنا هزعل إيه اللي هيزعلني في كده؟ بالعكس ده أنا هبقى مبسوط. لما بقية الأندية كل نادي يجيب 100 صفقة، أنا مالي؟ ما يجيب 100 صفقة. إيه اللي هيحصل لنا يعني؟ لكن موضوع قانون اللعب المالي النظيف هو موضوع هام جدا، ولما يحصل من فضلكم، يمكن عشان أنا عندي مصادري فبتقول لي من بدري، لما يحصل سيتم تطبيقه تطبيق واضح وقاسي، مش من مصر، من الاتحاد الأفريقي بالمناسبة. فساعتها هتقولوا آه إسلام الشاطر كان عنده حق.